موضة ألوان وديكورات 2022. أسئلة كتير بتجيلي عن إيه أنسب درجة لون لدهنات الحوائط. طبعاً الدهنات بيبقى ليها ألوان كتير جداً ودرجات مختلفة، واللون الواحد بيبقى فيه منه درجات كتيرة مختلفة عن بعضها، فما أقدرش أحدد طبعاً درجة لون معين تبقى هي دي أنسب درجة لون للدهنات، لأن أصلاً الدرجة دي بتختلف من شركة للشركة التانية، وفي درجات ألوان بتبقى موجودة في شركة ومش موجودة في باقي الشركات التانية. لكن هقول لكم على أكتر 5 ألوان هم موضة الدهنات وموضة الألوان في 2022. في الأول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش، وطبعاً فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشوفوا باقي الفيديوهات اللي قبل كده، واعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك وعلى إنستغرام. معاكم مهندس محمود الشامي، يلا بينا. اول لون موجود معانا هو اللون اللي بيقولوا عليه النعناعي او المنت جرين. هو بيبقى ميكس بين الاخضر والازرق، لون شيك جدا، والدرجات الفاتحه فيه بتبقى هي المنتشره اكتر، واللون ده بيليق عليه معظم الوان الفرنيتشر. وفي نفس الوقت كمان عشان اللون ده فاتح شويه والدرجات الحلوه فيه بتبقى فاتحه شويه، فتقدر تستخدمه في المساحات الضيقه ما بتحسش بمشكله او ما تحسش ان هو كاتم المكان شويه. كمان في اللون الازرق السماوي، اللون ده بيبقى شيك جدا، والفتره الاخيره بقى منتشر في اماكن كتيره وبيتعمل في فراغات كتيره غير الاوض، بقى بيتعمل كمان في كذا مكان زي الريسبشن او اماكن الليفنج والاماكن اللي بتبقى حيويه شويه. في معانا اللون الموف الغامق اللي هو قريب شويه من النبيت الغامق او اللون الطوبي الغامق، ده الدرجات الغامقه فيه بتبقى اشيك شويه من الدرجات الفاتحه كمان. في نفس الوقت اللون نفسه جميل وبيدي فخامة كده، وبيبقى موضة جدا مع الفرش خصوصا اللي ألوانه زاهية أو لون أبيض أو أوف وايت. في معانا برضو اللون اللي هو السيمون أو الشمام، يعني هو قريب شوية من لون الشمام زي ما بيقولوا، وبيبقى لون ناعم جدا وسموز وبيبقى شيك قوي في الأماكن الواسعة شوية. يعني لو عندك الريسبشن مفتوح على بعضه أرشح لك اللون ده بشدة، وكمان هو بيليق مع معظم ألوان الفرش وخصوصا مع الألوان المحايدة. في برضو اللون البطيخي، ده من الالوان المنتشره جدا السنه دي ومن الالوان الجميله اللي طالعه موضه. وبرضو في اللون الاصفر اللي هو الدرجه بتاعته اللي بيقولوا عليها اصفر مستردة او يمكن اصفر كناريا، ده اللون ده جميل جدا وشيك وهادي كده، في نفس الوقت بيليق عليه الوان كتيره من الفرش. درجات الكويسه فيه اللي بتبقى غامقه او مكتومه شويه. طبعا احنا ممكن نعمل مزج ما بين الالوان دي، مش لازم لو عندك في الشقه او في الفيلا او ايا كان المكان اللي بتشطبه انك تحط الالوان دي كلها مع بعض، ممكن لون او لونين بالكتير، يعني ما تكترش عن كده عشان يبقى فيه هارموني بين الالوان وبعضها. وطبعا معظم الالوان دي بتبقى محتاجه معاها الوان ابيض او اوف وايت او جراي فاتح عشان تكسر حده اللون شويه. وهنتفرج دلوقتي على صور لمزج الالوان دي مع بعض، وازاي اعمل كومباين بين اكتر من لون واظهرهم بشكل كويس ويبان ان في هارموني بين الالوان، ما تبقاش الدنيا ملخبطه مع بعضها، وازاي نختار الالوان المناسبه لكل فراغ ونعمل تنسيق مناسب ما بينهم.
عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس عشان تشوفوا باقي الفيديوهات اللي قبل كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.